فتعلمون. سورة الذاريات. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تطور المكان. يقول العلماء إن كل شيء في هذا الكون متغير. لكي تكتمل هذه النظرية لابد أن نتناول المكان، أو ما يسميه العلماء الفضاء. المكان أصلاً لم يكن موجوداً في بداية الخلق، وبالتالي نشأ من نقطة صغيرة جداً أو بالانفجار العظيم، وبدأ يكبر ويتطور ولا زال يتوسع، وكل يوم يكتشف العلماء ولادة مجرات وكواكب جديدة. وقد تأكد العلم حديثاً أن الكون في توسع دائم ولا يتوقف. هذا ما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.